الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سجلنا السيشن الأولاني من إحنا ريفيجن على موضوع الطباعة. دلوقتي تعالى بقى إيه، جبت لك أنا سوفت وير جديد حضرتك تشتغل إيه بيه. تعالى عايز تشتغل فيه إسنشال، في عندك بيبر كات، في عندك برنت إيه، برنت مانجر بلس 2010. تعالى نشتغل بالأولاني ده، وبعدين بعد كده نشتغل ببيبر كات، وبعدين نبص على إسنشال. كلهم ولاد حلال جامدين قوي 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 وبيعملوا شغل. خلينا نتفرج، مش محتاجين ان احنا ايه نتكلم، خلينا نتفرج. برنت سيرفر مانجر بلس، هعمل له انستليشن زي ما حضرتك هتشوف ان شاء الرحمن. الراجل محتاج سيريال، احنا اسفين هنضطر نحط له سيريال، بس طبعا اللي بيعمل الحاجات دي كوخه مش كويس. اي اكسبت، اقول له نيكست، احنا بغرض تعليم وهنشيله تاني. طيب هقول له فول سيت اب، فول سيت اب يا برنس. الباشا هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ هيخش للطبعات. طب وبعدين هيظبط معاها؟ طب وبعدين؟ لا لا لا، اتفرج يا برنس. البي هيجت الداتا بتاعته من الاكتف دايركت. واحد يقول لي ما يشتغلش غير مع اكتف دايركت، لا، ممكن يشتغل مع ورك جروب، وممكن ان انت تكاري او يبقى معاك لسته باليوزرز تحطها له وتحط له ايه وتظبط معاهم. لكن طبعا مع الاكتف دايركتوري بينتجريت، والراجل ابن حلال قوي 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 ويعني جدع جدا جدا جدا. خلينا نشوف مع بعض، خلينا نستمتع. طيب فينش، اخونا خلاص اتسطب وزي الفل. طبعا في منه نسخه كلاينت نازله اهي موجوده عندي على ديسكتوب، مش دي، انا اسف، ديت، لا دي بتاعت البيبر كات. هي دي، هي البرنت مانجر بلس الكلاينت. النسخه دي طبعا بنبعتها للناس من خلال الاكتف دايركتوري، بنبعتها لهم تتسطب على اجهزتهم ام اس اي، بحيث ان هذا البروجرام يربطهم على طول بالطبعه عموما، يعني بحيث ان يحصل كوميونيكيشن اسرع بالطبعه يعني. طيب عموما مش وقتها دلوقتي، احنا بس سطبنا البرنامج. هنقول له هنا برنت مانجر بلس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دول الناس اللي موجودين في الـ في الـ في الـ مثلا في الـ في الـ على الـ على الجهاز ده، اتس اوكي. دي اليوزرز اللي حاليا موجودين عنده، اتس اوكي. هو على طول دخل على اكتف دايركتوري وايه وجابهم، ما عملتلوش حاجة انا خالص. حلو الكلام، حلو الكلام. عايز تشوف الجروبز، اتس اوكي، هيجيب لك الجروبز كلها. عايز تشوف الاورجانيزيشنال يونتس المعموله وتحدد عليها، مفيش مشكله. عايز تشوف البرنترات اللي موجوده في النتورك، تمام، وهو شافها على طول البرنامج اهو زي ما حضراتكم ايه شايفين، وده الشير بتاع الايه الماشينز ديت. انا كل ده بوري لك الريسورسز اللي هو شايفها ايه عنده، والبرنت سيرفرز لو عندك سيرفرات، هو ده البرنت سيرفر اللي شغال دلوقتي، رانينج، اتس اوكي، رانينج ناو، مفيش مشكله. ستارت السيرفيس او ستوب السيرفيس او ايديت اللايسنس، اتس اوكي، لايسنسد وشغال زي الفل. هو دلوقتي البرنت سيرفر بتاعنا. لو عايز ريبورت على الناس اللي طبعت او بتطبع او اليوزرز الموجودين او الاجهزه اللي شغاله، الراجل على طول هتقول له يوزر ريبورتس، طلع لي على اليوزرز اللي طبعت عندنا على الشبكه بتاعتنا، هيطلع لك ملف بي دي اف دلوقتي، ومين طبع ايه ومين ما طبعش ايه. لحد هنا يعني انا شايف الموضوع عادي، مفيش جديد. لا مش عادي ولا حاجة. تعالى يا مش بالراحة كده يا حبيبي انت وهو ايه نشوف الدنيا. هنبدأ هنا restriction actions. طبعا هنا اللي قدامك ده حصيلة الموضوع، مش الموضوع نفسه، ده حصيلة الايه الموضوع. بمعنى لو delete the print job، يعمل delete للprint job او يعمل pause للprint job
او فيريفاي البرنت جوب ويبعت لك الرساله دي، يقول لك الرساله بتاعتك دي بيقول لك ذس جوب اكسيدز ذا ماكسيمم الاوبل ايه بيج كاونت، ده اكتر من عدد الصفحات المطلوبه ليك فور ا سنجل جوب، الجوب الواحده يعني ما تبعتش ملف اكتر من كذا. طيب هو السؤال ايه لازم تقرا فوق، بيقول لك ايه وين ذا يوزر اتمبتس، لو في يوزر بيحاول ان هو تو برنت ا فايل، ان هو يطبع فايل يطبع ملف which exceeds the maximum number of pages، عدد البيجز بتاعته تبقى زايده فيطلع له الرساله دي. طيب هل انت تعمل له بوز ولا تتاكد من البرنت جوب؟ طبعا هتبعت له رساله فيكتب يوزر نيم وباسورد، ولا ديليت الجوب قول له والله مش يلا من هنا وتبعت له رساله جرايا برنس الليالي، اكتب له بالعربي لو انت عايز جرايا برنس، تطلع له بقى الرساله دي بوب وهو بيطبع، تروح طلع له رساله جرايا برنس الليالي مش احنا قلنا بلاش بقى الحاجات الكبيره دي وكده كده يعني الملفات الكبيره دي، فانت كده ايه هتعيش معه. طبعا هنا اوبشنز بالعبيط سيبك منها، انا مش عايز منها حاجه دلوقتي، انا كل اللي انا عايزه ايه البرنترات البرنترز خد بالك بقى هنا الديفولت برينتر سيتنجز اللي هو عاملها، ودي الطبعة اللي هو حاططها هو يعني هو حاطط في دماغه طبعة يعني طبعة يعني اي طبعة من دول هتبقى الديفولت بتاعها كده يعني اللي هو البرنامج معرف. فأرجوك لو سمحت ركز في الحتة دي عشان لو لفيت على شعر راسك مش هتعرف تجيبها. فإيديت ذا ديفولت برينتر كونفيجريشن ستاندرد برينتر ولا لارج فورمات برينتر زي مثلا اللي هي ايه الطبعات بتاعت الطبعات اللي الهندسية. طيب الكوست بير بيج بخمسين من الدولار، انت براحتك انت مش هتديهم فلوس، بس انت هو هنا بيكتب بيعمل الموضوع على انه بفلوس، انت الشخص هتديله قد ايه فلوس يطبع بيهم. وليكن خليني اقول ان ايه ان مثلا الواحده بدولار، انا يا سيدي ايه دماغي عبيطه انا مش هفهم غير كده، هقول له دولار واحد الصفحه بدولار، حلو الكلام عشان افهم ايه حساباتي. واحد يقول لي لا انا فعلا هحط الرقم اللي تكلفه الطباعه فعلا كده عشان انا يطلع لي تقارير انا طبعت بفلوس قد كذا ايه طباعه، او خليها الوحده بدولار بعد كده انا افهم. تمام لو انا جيت قلت الزبون ده هديله 10 دولار اتس اوكي، يبقى معناه اخره 10 ورقات يطبعهم يا معلم، يا حلاوتك الستاندرد برينتر اللي هو يد بيطبع على حاجه ايه A4 مثلا، فهو اخره 10 ورقات. طيب وخد بالك ممكن الفلوس دي تترحل له، افرض طبع ورقه النهارده ممكن ارحلها له، او ممكن انا اقول له لا كل يوم يطبع ايه ب 10 دولار اخره 10 دولار اتس اوكي، دي حاجه ترجع لك وهنشوف الكلام ده ازاي مع بعض. جديده الحته دي يا معلم ايمن يكمل. لا البرنامج كله جديد يا باشمهندس، طبعا ما شفتش البرنامج قبل كده. طيب حلوه الحته دي جميله يعني ممتازه طبعا. طيب هديله وليكن 20 دولار براحتك، عايز اقول له لا ادفانسد اوفررايد ذا جلوبال بيج كوستس بير بيج سايز كلر اند دوبلكس، لا هحط انا بقى ارقام تانية كاستمايز، هعدل بقى الاي 1 وهعدل له ايه اديت عليها دي بكذا، انا هحط الايه الورقه الاي 4 او البي 4 او الكذا او تفر بقى على حسب الاحجام دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، يا حلاوته يا ايه يا جمال. خلاص لو الورقه دوبلكس فحط ديسكاونت مثلا تمن الورقه مثلا، لو انت بتطبع ورق بتطبع مثلا اوكي ما هي دوبلكس وش وظهر دبل سايدد. طيب فاذا انت وفرت تمن الورقه، هي القصه كلها في تمن الايه في تمن الحبر، ففي تمن الورقه انا هوفر مثلا 25%، يبقى انا كده هيوفر 25% لما بيعمل دوبلكس. طب واحد يقول لي طب انت ما حطيتش ارقام، ما هو حاطط ارقام البرنس هنا، عايز انت تعدل عدل يعني الاي 4 مثلا عايز تخليها بدولار خليها بدولار، هو كده عاملها بسنت بواحد سنت. تمام
لو جراي سكال وواحد سنت لو ايه الوان اللي يريحك. انت حر، دي حاجه تبع سياسه الشركه بتاعتك. وتخفيض 25% من ثمن الورقه لو عملت دبل اكس يبقى هو وفر لك. يبقى هنا الراجل برنامج حسابات يطلع لك فلوس، يقول لك انت وفرت قد كده من الحبر. على فكره في الشركات الكبيره الموضوع ده يفرق معاها كتير، ممكن يبقى يعني يوفر راتب موظف. هقول اوكي جميل عجبني كده الموضوع. طب اديت الجلوبال بيج سايز، فهو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه اهو. تمام تمام كنسل خلاص. انا مش عايز بيقول لك ما اعملش ايه ديسكاونت، لا خلاص اتس اوكي انا هنا كاستمايزد وظبطت الدنيا ايه على كده. برينتر جروب هنا بيقول لك this allow you to assign the printer to a single printer group. يعني البرينتر دي البرينتر من دول تحط لها تحطها في جروب، فانا اقدر اكتب جروب اسميه كذا كذا. واحد يقول لي مش فاهم، عشان البرينترات اللي تحتها اضيفها للجروب دي اللي يتحقق عليها البوليسي دي. لا اوف اوف انا مش فاهم حاجه اوف انت بتقول ايه. هقول لك جروب مثلا وليكن ادمنز، دي جروب صح؟ اوكي يبقى انت كريت جروب اسمها ادمن صح؟ طيب شايف البرنتر اللي تحت دي وليكن الدل دي اللي هي اللي انا المضروبه اللي انا حطيتها، الاتش بي اللي انت شايفها دي تمام. شايف البرنتر دي طيب احنا يوز ديفولت برنتر سيتنجز اتس اوكي، ادفانسد اوفررايد ماشي، نفسها نفس اختها اللي فاتت ونفس الاسعار ونفس كل حاجه، ما عنديش مشاكل. بس ايه ده انت عايز تقول لي في الحته دي عايز تقول لي ان كل طبعه بيبقى ليها اسعار؟ طبعا يا استاذ، هو الحبر بتاع البرنتر دي غير البرنتر دي. تمام تمام. الورقه دي بحط 70 جرام، دي مش عارف بحط 80 جرام، دي بحط 500 جرام الورق، ما اعرفش يعني حسب اختلاف. هنا في اختلاف. طيب تعالى بقى البرنتر جروب، الطبعه دي هحطها في الجروب بتاع عمك صقر بتاع الادمنز. مين الادمنز دول؟ يعني الطبعه دي بتوع بتاعه الناس بتوع الادمنز اللي هيتنفذ عليها الاسعار الفلانيه اللي احنا عملتها في الديفولت اللي فوق. اللي ما فهمش يقول ما فهمتش، واللي فهم يقول فهم، عشان ايه ما نزعلش من بعض. انا فهمت. انت فهمت يا نور؟ الله ينور. وانا فهمت. فهمت. طيب فهمت يا ايمن يا كامل؟ طبعا يا باشمهندس. السؤال بقى هنا، بتعملوا ايه من البلح ده هناك في الشغل بتاعكم؟ ايه ما سمعتش. بتعملوا ايه من البلح اللي قدامك ده في الشغل بتاعكم؟ عجوه هندسه. قول لي قول لي بتعملوا ايه منه؟ قال لك يا هندسه ما بتعملش حاجه، عندنا اقصانا بنوصل طابعات على الـ على الـ على الواي فاي وخلاص. لا هو انا بتكلمه، هو عنده بتاع مش عارف كام الف يوزر وحوارات كده وبرنترات وبرنت سيرفر وحوار يعني. فانا بكلمه هو شخصيا على اساس ان هو ايه اللي بتنفذوه عندكم من كده، من ده، من اللي حاصل دلوقتي ايه اللي بيتنفذ عندك؟ ايه هو احنا اتفضل. وغالبا اللي بيطبق هو موضوع السكيورتي، يعني انت بترستريكت البرنتر دي على مجموعه ناس معينه سواء كان اداره او روم معينه. طب بترستريكت. طيب مش انما مش عارف تعرف الكوست، مش عايز تعرف الكوست بتاعك قد ايه يعني. جماعه المحاسبين اللي عندك في الشركه لما تيجي تقول لهم انا هقول لك شهريا احنا بنستهلك قد ايه، اقول لك عارف استاذ فلان ده ابن لذينه، الناس بتطلع عليه اشاعات ان هو بيطبع ورق وبياخده البيت مثلا، او بيعمل ملازم للناس، او بطيفر بيعمل حاجه. لا انا هربيه، هديله كوست يعني زي حصاله فلوس معينه او رصيد معين يطبع بيه، خلاص مش هيطبع باكتر من كده صح؟ صح. هطبع عندنا الموضوع بيمشي بطريقه مثلا مش شرط الاي سي هو اللي يتحكم في كل حاجه. تمام، احنا عندنا كل اداره برينتر خاصه بيها. تمام. طيب. هو الكوست سنتر بتاعهم هو اللي بيتحكم فيها. لما تكون انت شركه يا معلم ايمن، لما تكون انت شركه كبيره قوي، بلاش الشركه اللي انت فيها، لما تكون انت شغال في شركه كبيره جدا وفيها مثلا 10,000 برينتر، تمام، اظن محتاج انت حاجه زي كده. 10,000 برينتر بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم الصبح كده لحد نهايه الدوام، انت بتتكلم انها بتعمل لك كم الف كده في اليوم بس
احبار واوراق وكده، صح ولا غلط؟ صح. فانت محتاج تمانجها بحاجات زي كده ولا ايه؟ كلام حضرتك مظبوط مليون المية طبعا. طبعا باشمهندس اتفضل يا معلم. هو في عندي بس استفسار، بس هكذا السيفنجز ايه؟ ايه ما سمعتش بتقول ايه؟ اضغط بس بعد اذنك هفرجك على سيفنجز. سي سيتنج بعد ده سيفنجز. اتفضل. اللي هي الكوست بير بيج فين؟ في الكاستمايز؟ لا لا لا، اللي في النص. ايوه هو هنا بيقول بلاك اند وايت والكالر، ولا مثلا بيقول بلاك اند وايت واللي هو هيسحبه من لا من لو طبعت ده. لو طبعت بلاك اند وايت تكلفتها كام، ولو طبعت بكالر التكلفه بتاعته قد كام؟ يعني هنا نص سنت، نص سنت. طيب من هنا سنت منين بقى كنا بنحدد ان اليوزر ده ما ياخدش اكتر مثلا من $10؟ ما لسه حبيبي انا ما هعملها لك تاني، بس انت افهم بس الاعدادات واحده واحده عشان الناس ما تتوهش وانت ما تتوهش. تمام 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 شويه. ما هي العمليه ليها دخله، لو عرفت تدخلها خلاص، ما عرفتش يبقى انت كده وقعت منك. اتفضل يا فندم. تمام تمام زي الفل. هندسه انا في موقف حصل قدامي كده استعجلت له يعني. قبل كده كان في حد بيطبع ورقه، انت عارف الورقه عشان تطلع من البرينتر لازم يعدي الاي دي بتاع الشغل على البرينتر. تمام تمام، هو السوفت وير بتاعها كده. انا اول مره اشوف حاجه زي كده بصراحه. لا 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 يعني عادي، في بالبصمه. ما شفتش برضو حاجه زي كده. لا لا عادي، والباسورد كمان. هي الباسورد دي معروفه انا عارف الباسورد. في برينترات بتجينا دومين برضه، كله بيجي دومين، عارف كل الكلام ده معروف، بس هي اللي حاجه مثلا تعدي الاي دي بتاعك بتاع الشغل على المكنه عشان تعرف انت طلعت كام ورقه، دي بالنسبه لي انا ما شفتهاش قبل كده. يا حضرتك لو مثلا طب انا مش محتاج هنا الاي دي في حاجه، ما هو انا باليوزر بتاعك اهو بيخش وبتعرف مين طبع كام ورقه. انت قصدك الكوبير بقى، لو هو هيقف على المكنه نفسها الكوبير اتس اوكي ماشي، مع ان برضو ممكن يستخدم يوزر موجود عليها هي بتاعه، فمعروف ده بتاعه هو، خلصت خلاص معايا مع حضرتك. اتس اوكي. وفي زي ما بيقول لك اخوك اسلام بيقول انه والله ممكن هي جوين دومين وتجت اليوزرز من الاكتف دايركتوري، وبالتالي هو يختار اليوزر بتاعه ويشتغل بيه. برضو وريتك انا في كياسيرا ان انت في عندك يوزرز تختار اليوزر بتاعك وتشتغل ايه بيه. انرستاند سير؟ معايا حاج؟ طب يبقى ده ديفولت برينتر سيتنجز ان احنا كنا بنلعب عليها اهو. بروبرتيز عملنا البرينتر جروب وكريت الادمنز وقلت له ايه اوكي عليها مفيش مشكله خلاص. فيريفيكيشنز نو برينت جوب فيريفيكيشنز، ذا يوزر ويل نوت بي برومبتد تو اني فاينل فيريفيكيشن، هو يكتب يوزر نيم والباسورد بتوعه. ذا يوزر ويل بي برومبتد وذ اول اوف ذا انفورميشن اند ذير يوزر بالانس، هيطلع له انت فاضل لك قد كذا فلوس، ها اطبع ولا ما اطبعش. They will be required to confirm or delete the print jobs. بحيث ان هو يقدر يعمل لها الديليت او اوكي انا عايز كده ايوه اطبع. اللي رايح حضرتك اللي انت شايفه. وصلت يا صديق؟ طيب يبقى هنا كل طبعه من دول زي الكياسيرة اقدر ان انا اقول له بروبرتيز عليها، واقدر العب في الليله ايه اللي انت شفتها دي دلوقتي، البرينتر انفورميشن، الموديل بتاعها كياسيرا، مين الشركه الطابعه بتاعتها، اللي انت نفسك فيه ايه تقدر تعدل فيه، عايز تعدل فيه تفضل ايه عدل. ادفانسد اتريبيوتس هنا هقول لك ادفانسد كاونتنج انجن، يبدا ان هو ايه تشتغل على الكاونتنج انجن الموجود في البرنامج. This option allows the print jobs to be tracked by the print manager plus اللي هو المانجر البلس اللي انت الادمنستريتور اللي شغال على البرنامج ده، يقدر يشوف مين اللي استخدم البرينتر وطبع كم ورقه وهكذا. The data collected will include pages عدد الصفح، الكوبيز اللي عملها على المكان، كم كوبي، البيج سايز احكام الاوراق، الكالر والجري سكيل، دوبلكس and up printing and includes large format printer support.
This option supports tracking jobs from the operating systems. يعني هتعمل ايه tracking jobs من الoperating systems اللي انت بتشتغل عليها زي الويندوز او اللينكس او اللي هو اخونا الثاني الابل. طيب هنا لا عايز اقوله لا الويندوز بيج كاونت هستخدم الكاونتينج بتاع الويندوز. This option and only allows tracking of the number of pages for single print job collected from Windows client. طبعا ده كلام فاضي, انا عايز اللي فوق عشان اعرف فلان ده طبع قد ايه واستهلك قد ايه. Exclude printer from being monitored, هنا معناها ايه؟ خرج لي البرينتر دي او اللي هي الكيوسيرا بره الحسبه, خلي الناس تطبع ما توجعش راس الناس, خليهم يطبعوا. الناس اللي بتطبع عليها دي احنا محتاج ان هم ايه يطبعوا عليها بدون مشاكل. هنا ستور الجوب هيستوري, الجوبس اللي بتتعمل ديت تعملها سيفنج بحيث ان ايه نشوف كوبي منها. يعني disabling this option caused print manager plus to store the records of the printed jobs او jobs printed. يعني the print manager plus reports will contain no historical data. لو انت شلت المعلم ده قوله لا علم عليه وتوكل على الله واشتغل. اتس اوكي هتشتغل وانس ان انت قفلت البرينتر وفتحتها تاني. طيب انا هنا بقى اقدر ان انا اجي مثلا على الاخ بسام ده وبقول له unlimited printing. راجل عايش حياته اقول له لا يا حبيبي limited account balance, واديله في الاكاونت بتاعه مثلا ايه $10. لو انت ستيل سايب الموضوع زي الاول اوكي, فهتبقى الورقه البلاك او الجري سكيل هتبقى بنص سنت وهكذا. اقول له لا ده كده كتير و10 دولار ده رقم جبار. هقول له ايه لان قلت له يعني قلت له دولار هيقدر ان هو يطبع 200 ورقه, فانا اقول له وليكن زيرو مثلا مين ناس اقول له سنت زيرو مثلا ايه سنت كده 10 سنت انا اسف كده 10 سنت كده يقدر يطبع 20 ورقه. اهدى بقى عليا. سكندري بيت بالانس يعني ايه سكندري بيت بالانس؟ يعني معناها اقدر ان انا اديله فلوس تانية اضافية له يقدر ان هو يطبع بيها لما تحق عليه الفترة. واحد يقول لي تحق عليه الفترة ازاي؟ هقول لك انا سكادجول ابديت تو برايمري بالانس. يا ريت الفتح ما يقفله, لو عنده سؤال بعد الحتة ديت يسألني مفيش مشكلة. increased balance by ويتزود البالانس بتاعه by وليكن 10 لا بس مش 10 دولار زيرو وبعد كده ايه 10 سنت. هيتزود له 10 سنت. طب هيتزود له امتى 10 سنت؟ هيتزود له كل شهر يوم واحد في الشهر هيتضاف له 10 سنت جداد. يعني هو طول الشهر باخره يطبع ايه 20 ورقة بلاك او 10 ورقات كولر وهو ده اخره. طب عايز ازود اكتر من كده براحتي مفيش مشكلة. What time of the day امتى؟ الساعة 12 AM صباحا يحصل له ان هو يضاف له الايه الرصيد ده. اقول له لا increased reset balance to اديله الرقم ده. واحد يقول لي مش فاهم, ما هو ممكن يحصل ان هو العشرة دي تراكمي ما استهلكهمش الشهر ده, اخد اجازة 3-4 شهور فاتضاف. فانا هقول له increased by معناها ان يضاف على الرقم اللي متبقي له بقاله 3 شهور ما طبعش فيضاف له كل شهر 10 وهكذا. بص تلاقي بعد 5-6 شهور رجع اضاف له 50 او 60 او 70 موجودين معاه. لو قلت له هنا reset balance معناها لا هو كل شهر يبقى معاه العشرة دول, طبع ما طبعش هو معاه العشرة دول. طب طبع بيقله ما طبعش راحوا عليه اللي فات ومفيش جديد ايه له. عايز اقوله لا enable balance
بير برينتر جروب، وهتختار ايه الناس بتوع الادمنز، واقول له دول الاكاونت بالانس بتاعهم قد كذا، ونفس الايه الارقام اللي احنا كنا بنتكلم ايه فيها، مش محتاجين نتكلم فيها. طيب خلاص هقول له ليميتد ايه، ليميتد برينتس. طب ريستريكشنز، الباشا ده بقى هيعمل ايه؟ deny printing job for the printer for the print job ايه over كام بيج، يعني لو هو بعت ملف بي دي اف بيطبعه الملف 100 ورقه، اقول له لا ما ينفعش يا مشمش، اخرك 10 ورقات، اكتر من 10 ورقات لا يطلع لك ايه ان انت اكسيدد. فاكرين الموضوع الاكسيد؟ هوريه لك تاني دلوقتي. الورقه ما يبقاش فيها اكتر من 10 ورقات، ما يطبعش ملف اكتر من 10 ورقات. طيب denial print if spool file size is greater than مثلا بالميجا بايت 20 ميجا، يعني معناها ان الكتابه اللي فيه فيها صور كتيره، فلا كده لا، فلان هتروح له على انها صور تتعان في السبول فولدر، لا مش ما ينفعش. فيقول لك لا اخرك 30 ميجا، لا يا عم انت بتعمل فينا كده ليه، براحتي. denial printing based on the document title، لو الدوكيومنت تايتل لو الفايل اللي هو بيطبعه مكتوب فيه كلمه كذا ما تطبعش، اقول له اد، ولو مكتوب فيها كلمه مثلا وليكن اللي هو بيطبع ورقه مكتوب فيها feasibility study او كلمه study مثلا، خلاص ما تطبعش، deny ما تطبعهالوش. denial printing job if the job is color، الواد ده لو يطبع كلر ما تخلوش يطبع، اوبا يطبع جري سكيل بس او بلاك. يعني دراي برينتنج جوب اف ذا برينت جوب از بلاك اند وايت، لا كده ما ينفعش، كده مش هيطبع خالص. المفروض ان هنا في البرمجه لو اخترت الاثنين مع بعض يطلع لك ايه ايرور، فهو لسه ما يعني برضه ايه مشكله عندهم، مش مشكله دي بج، المفترض انها بج. دراي بيزد اون داي تايم، هنا بقى زي التايم اللي احنا كنا عملناه الثاني في البرينتر الثانيه، هنا برضه نفس الكلام، اقدر اقول له ايه ايام اليوم يوم الاثنين لا يوم الاثنين يطبع مثلا، انا اقول له لا يوم الجمعه ما يطبعش، يوم السبت ما يطبعش مثلا، جمعه وسبت ما يطبعش، لا من كذا لكذا. انا ممكن اعدل هنا اختار توقيتات معينه براحتك، مفيش مشكله ما يطبعش في التوقيتات دي. denial printing if the number of copies exceeds، يعني هو اختار الطبعه اختار الملف وقال لك اطبع منه 5 ورق، طب ليه يا عامل حاجه هو انت بتلعب؟ لا، لو اكتر من ايه من مرتين، يعني الملف اكتر من 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 صورتين منه ما تطبعش، ياخده يروح يطبع فين، يعني يعمل كوبي على المكنه، مكنه الطباعه مكنه المكنه بتاعت النسخ ارخص مثلا يعني، فيروح يعمل من عليها، لكن ما يضيعليش الحبر بتاع البرينتر هو ايه هو مثلا يعني. طيب denial printing if document reprinted within بالسكندز مثلا 10000 سكند مثلا، معناه ان هو طبع الورقه وحد قال له بالله عليك اطبع لي معاك تاني، فجي يعمل لها ريبرنت تاني، انت حمار يا ابني ولا ايه؟ لا ما انتش طابع تاني، فحطت له تايم ايه كبير شويه او 9 ساعات مثلا، خليها 9 ساعات. denial printing if duplex is a mode is duplex، يعني اذا معمول duplex واخد بالك اعمل denial، اذا هو مش متعلم duplex وهي رايحه لك duplex اعمل له denial. denial printing jobs if print jobs costs exceed، لو الجوب بتاعتك اللي انت هتطبعها مثلا لو هتطبع 10 ورقات ولو هي هتكسيد وليكن 0.05 يا ابني ارحمني 0 مثلا وليكن 5 ماشي مفيش مشكله، يعني حاجه كده من السنت 5 من 10 سنت، لو هي هتكلف اكتر من كده ايه deny job دي، يعني مثلا في 5 ورقات ولا 6 ورقات بالبعض، طب ما طبعا دي 8 ورقه واحده اساسا، فيروح قال لك ايه لا كل سنه وحضرتك ايه، طيب لا بلاش كده، اقول له مثلا 0 مثلا، اقول له وليكن مثلا لو هتكلف 20 اللي هو مقصود بيها 2 سنت يعني اللي هو 4 ورقات، لو هتكلف اكتر من كده كانسل البرنت. بوز اول برنت جوب ايه هنا بيقول لك ايه ويب بيزد ريليس ستيشن اد اون سيتنجز، اوكي لو هي من خلال الويب يعني، بوز اول برنت جوبس فور ذا ريليس ايه ستيشن، والاوبشن ده ان احنا نقدر نوقفها من خلال الايه
الويب يعني. طيب هنجيب الجلوبال ريستريكشن. باشمهندس بعد اذن حضرتك. بالنسبه للويب بيز ريليس حضرتك قصدك انه اي برينتنج عن طريق الويب بيجز موقوف لو عملنا له بوست صح؟ لا اقدر اوقفها يعني ما ينفع اطبع اي شيء من النت. ما يقصدش اي شيء من النت ويب بيز ده يقصد من خلال الويب بيج من يعني من خلال البرامج اللي هي في برامج بتخليك من بره تطبع مثلا اي برينت والحاجات دي. انا حسبت الصفحات الويب. ايديت جلوبال ريستريكشن. اتفضل يا فندم. مش فاهم بس النقطه دي يعني ايه اي برامج تانية. بس انت حضرتك في ممكن الطبعه بتاعتك اذا كانت اتش بي مثلا في حاجه اسمها اي برنت انت ممكن تطبع من بره يعني انت تكون في بيتك مش في بيتك انت بره ومن خلال الموبايل بتاعك تروح تطبع على الطبعه بتاعتك اللي موجوده في البيت عامل ربط بينك وبينها. تمام طيب بص معايا بقى هنا ايه الرسائل اللي تطلع للناس اللي كنا بصينا عليها في اول الفيديو. الرسائل اللي تطلع للناس او ويحصل معاهم ايه لو عدوا المرحله. بمعنى لو عدد الصفحات في الورقه الملف الواحد عدت فديليت البرنت جوب واقول له جرى ايه يا عينيا اقول له ايه جرى ايه يا عينيا. طبعا دي رقاصه اللي بتقول له كده مش واحد يعني. ايه يا عم ده جرى يا عينيا مثلا خلاص جرى يا برنس مش كفايه كده ولا ايه مثلا انت ممكن تكتب له كده يعني مش كفايه كده مش كفايه طبعه ولا ايه مش كفايه كده ما يا اولاد. فديليت البرنت جوب وطلع له رساله اقول له مش كفايه كده ولا ايه او تقول له والله لا كده انت كفايه ان انت اخدت اكتر من حقك يعني. طيب اللي عايز تقول له الكوبيز اكسيدز لو انت عملت كذا كوبي فتقول له طلع له رساله الكوبيز بتاعك ار ريستريكتد. دوبلكس الكوست يا ابني انت تكلفتك عدت يا ابني. حجم الورق مالكش فيه ما تعرفش تطبع انت الاحجام دي. الكالر لا مالكش في الالوان يا برنس انت مش بتاع الالوان الوان مالكش فيها هنا بس بلاك اند وايت ليك في البلاك اند وايت بس تمام. داي اند تايم ريستريكشن حبيبي مش وقتك والله يا حبيبي مش ميعاد الطباعه بتاعتك انت ايه ناسي حبيبي ولا ايه وبتعالى اطبع او الطباعه بتاعتك هتطلع الساعه كذا بتطلع له رساله بتقول له الكلام ده خلاص. Your print job is currently being held in the print queue. يعني متعانا في الـ print queue. Please log in to the web-based release station to resume your print job. عشان تشتغل من خلال الايه الويب سايت. طبعا دي هنحتاج ان انا هببلش البرنامج من خلال الويب سايت. Print security. Allow the print job and apply default group user group على كل الناس. You are not authorized to print to this printer. طبعا الكلام البرنت سيكيورتي ان انت شايله من السيكيورتي فبتطلع له الرساله دي بتقول له بتقول لك والله الراجل ده ملوش ان هو يطبع علشان انت مالكش ان انت تطبع لان انت مش موجود في الايه سيكيورتي ان انت تطبع يعني. Authentication security. اتبعت لك رساله you are not authorized to print. Print job canceled. اتكنسلت لك. The print manager plus authentication module has not been detected on your workstation. يعني الكلام ده محتاج حضرتك تسطب البرنامج ده على الجهاز بتاعك. اهو نازل عندي على جهاز. زي ما انت شايفين اهو. Print information. Server authentication. ده انا حطيت يعني بتعمله setup. وبيروح يشوف طبعا انت ليك account. فبيروح يشوف انت من حق اطبع ولا مش من حق ايه اطبع من خلال السيرفر. ودي كانت قصة البرنامج الجميل الرائع اللي انت شايفه ده قدامك اللي هو اللي اسمه Print Manager Plus. طبعا في اخواته التانيين زي ما حضرتك شايف. في عندك البيبر كات برضو روعة. وعندك Essential دوت يعني تجربة 60 يوم. وده البيبر كات Open يعني مفتوح. وده البرنت مانجر زي ما انت شايف احنا حطينا السي دي كي السيريال بتاعه فايه اشتغل اوقف التسجيل ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يتفضل ايه يسأل.